مستر سين النهاردة الحلقة السابعة توبة عمرو سعد بين قوسين أنا كنت صغير في عمارة فيها فريد شاوي ومحمود المليجي فكنت بسمع بيقولوا إيه فمرة سمعت محمود المليجي هو بيقول إن الممثل عينين يعني الممثل عينين وطبعا حضراتكم عارفين محمود المليجي ده كان بيمثل بعينيه إزاي النهاردة عمرو سعد المشهد الماستر سين بتاعه لما اتكشف في وسط الحارة غير طبيعي قدرة على انه يعني يتحكم جدا في انفعالاته وهو بيمثل جاي مضروب الحارة كلها شايفة انه كذب عليها من احلى المشاهد اللي موجودة في مسلسل توبة انا عايز افرج حضراتكم على المشهد ده لان انا استمتعت بيه جدا يعني اللي ما بيتفرجش على المسلسل ده فايته كتير تقدر تروح لشاهد تتفرج على الحلقات اللي قبل كده وتكمل معانا لانه فعلا في اداء عظيم ماجد المصري عامل شرير لا بقى بالسذاجة ولا بالرزالة ممثل عبقري ايضا عدد من الممثلين العباقرة في المسلسل ده هايل عايز اوري حضراتكم السين ده معمول ازاي وكل اللي فيه مثله كويس ازاي نتفرج تعالى توب منك لله توبة الصبح حرام هتروح فين من ربنا توبة هتروح عايز فلوس يا توبة انا مش هستنى الحكومة تجيب لي حق على الحرامة بويتك يا توبة بويتك ايه ده بقى اوكي العيش والملح اللي كانها مع توبة له حق علينا يا اخي هو زال العيش والملح يا اخويا ده مرمط ام اللومة ودقس العزلة بالجزم معلش سيبه يمشي سيبه يمشي يا جدعان خلاص قفلنا صفحته وربك يسامحه لو هو ما سالش العيش والملح احنا نسوله عليا الحرام ما انت ماشي يا توبة سبع سنين غش وعيش وسطينا بوش واحد تاني وفي الاخر ايه عايز تغفلنا على مين يا جدع انت الفلوس خلاص بقى يا اوكي في ايه لو انت مفيش دم ومش هين عليك صاحبك يصعب عليك اهله يا اخي مراته العيل الصغير عم عطا اخلص بقى يا عم انا صعبان عليا فلوس ما تجيب فلوس يا اخي عاجبك اللي بيحصل ده سرق ذهبي ومرمط اختي ومرمط كرامتنا كلنا في الارض طلعها منه دلوقتي قبل ما ياخدوه من هنا يكون رامي على اليمين ومطلعها يا اما اقول الختمه الشريفه انا اللي هدخل في السجن حاضر ارمي اليمين يا توبه ارمي اليمين يا ابني عشان خاطر ابنك نعرف نربيه من غير مشاكل واطلع بالمعروف وربنا يسامح لحد كده انتوا ايه عميتوا ربنا يقفل على قلوبكم ربنا يسحب بصيرتكم بصوله كل بيت فيك يا حاره ليه فضل عليه ما تتكتروش عليه عشان وحداني كل بيتقال عليه كذب وافترا الراجل ده عمره ما كان غريب عمره ما كان حرامي حرام عليكم ما تخليهمش ياخدوا لما يرمي اليمين خليه يطلعه ويرمي اليمين دلوقتي مش هيمشي خليه يطلعه ارحمني يا ابني وطلع وكفايه لحد كده عم قطع عنده حق لازم يطلق وبعدها يسحب على الاسم ايوه راجل طلقها بس يا بنت انت اخرسي خالص يا قاطشيا بس يا قاطين يا حرام يا راجل طلقها يا توبة مفيش دم خلاص اتوقع الله ويرحم قول لهم انهم كذابين قول لهم ما حصلش طب قول لنا انهم كذابين يا توبة وانا هصدقك قول
حصل يا توم؟ ما اعرفكش. انت مين؟ لعبت بيا وخدعتني السنين دي كلها، خلتني احبك واكون لك وانت واحد تاني، بتخون اللي اداك الامان يا توبه. خلصت حقك من الدنيا فيا ولا لسه؟ كنت بتاخدني في حضنك وانت عارف انك هتقف الوقفه دي وتذبحني بايدك في يوم من الايام. طب ابنك، ابنك يا ابو عبد الله، هنت عليك انا وابنك. اغصى عليك، الف اغصى عليك يا توبة، الف اغصى عليك، اغصى عليك، اغصى عليك، اغصى عليك، اغصى. كنت فاكر ان اللي فات مات، كنت فاكر يخصنا انا الواحد، هربت منه ورميته ورا ظهري، قلت لكم هنا، جيت زي اليتيم، اخترت اب وام واخوات، انا كنت غلط هناك عشان كان قلبي ميت، هنا تردت فيا الروح. وهنا اتسحبت مني الروح. توبة يا توبة. مشهد عظيم، يا ريت حضراتكم تكملوه على شاهد ان شاء الله، ويعني اما يجي يطلقها بعد كده حاجة مؤثرة جدا. مهم